هل صلاة الضحى تسقط عن المسافر وهل تقضى؟ جميع السنن لا تسقط عن المسافر، للمسافر أن يتعبد لله بها. صلاة الضحى والتهجد والوتر وتحية المسجد وصلاة الاستخارة وجميع النوافل ثابتة للمسافر كما هي ثابتة إلا ثلاث نوافل، هي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فإن السنة للمسافر أن لا يصلي هذه الرواتب الثلاث، وبقية السنن باقية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم. جزاكم الله خيرا.